بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم بنحل من كتاب Introduction to Numerical Analysis Using MATLAB. طبعا بإذن الله اليوم درسنا عن Multiplicity of Root والConvergent of Iterative Method Convergence of Iterative Method. طبعا هو من الموضوع بينهم متشابه، خاصة دائما غالبا يجون مع بعض، فما أقدر أشرح جزئية طب جزئية، لأن لو بحل سؤال تلقى غالبا هذول مع بعض. لكن بشرحها السريع، هو سهلة ما فيها أي شيء. الملتبليسيتي اوف روت يتعلق بالإف اوف إكس، أما الكونفيرجنت أو كونفيرجنس مو كونفيرجنت كونفيرجنس اوف اتريتيف ميثودز يتكلم عن الجي اوف إكس، حطت جي اوف ألفا اللي هو جي اوف إكس. الملتبليسيتي اوف روت احنا كنا اول نعرف المعادلات النيوتن العادية والسيكنت والبايسكشن، ان اذا عوضت الجذر في المعادلة بيعطيك صفر. لكن لو ترجعون المعادلات وتروح تشتقها وتحط نفس الجذر في المشتقة ما يعطيك صفر، فكنا نسميها simple root، منها ما تتكرر معك. لكن لا، المعقدة واللي تدور معك هي اللي اسمها multiplicity of root، اللي تتكرر معك ثم الصفر ثم الصفر، كل ما اشتقيت اعطيتها الجذر يعطيك صفر الين تصل الى حد ما يعطيك صفر. كم وصل الحد؟ الى ام مثلا. الام هذه عدد دوراتك او عدد المرات اللي اشتقيت فيها. وش تفيدك فيه؟ تفيدك في ان تستنتج معادلات تحل لك هالمعادلة اللي هو الدوال هذه تدور معك عن طريق شيء اسمه modified newton. هذه هي بس، كل اللي عليك تضيف ام. لكن اذا ما اعطاك ام تستخدم هذه المعادله الثانيه تسمى سكند موديفايد نيوتن ايكويشن. هذه اذا قالك حل المعادله تحلها عن طريق الملتبسيتي. لكن الثانيه لا، اذا قال لك مثلا المعادله نفسها مثلا الريت اوف كونفرجنت، احنا ذيك الاول السمبل كان الار لها، هو يرمز لها بالار، الار كان لها واحد. ليش؟ لانها توقف، انا كنا احنا نصل الى هنا. لكن لو اشتقيت الجي هذه ما يعطيك صفر. راح لأي معادلة حليناها بالنيوتن البايسكشن أو بالسيكنت أو بفيكست بوينت تلقى الجي أوف ألفا بيعطيك ألفا. لكن لو اشتقيت نفس المعادلة الجي أوف إكس حطيت فيها ألفا ما يعطيك صفر. لكن في المعادلات اللي تدور زي هنا لا، لو اشتقيتها بتعطيك صفر إلى أن تصل حد ما يعطيك صفر. في هالحالة تقول الريت أوف مثلا ريت مثلا اوف كونفيرجنت كم هنا؟ 2. خلاص ار يساوي 2. وكانوا يسمون اذا كانت توقف عند اول مشتقه السمبل خيانه الار واحد وتسمى لينير. اما اذا صارت توقف عند الثانيه فتسمى كيوب كوادراتيك. اذا كانت توقف عند بعد عند الثالثه تسمى كيوبيك، وهكذا. فهذه بشكل عام. ايضا في مسميات، مثلا هنا لو ناخذ هذا فرضيا هذه كيوبيك لانها توقفت، كوادراتيك عفوا لانها وقفت في الثاني. لكن في شيء اسمه ات ليست اكزاكت او كيوبيكلي او كوادراتيكلي، يعني مره واقف على الكوادراتيك. وش الفرق بين ات ليست؟ ات ليست انك تثبت ان قبل لا تصل المشتقة الثانية ان هذه اصلا صفر. إذا قالك at least خلاص تقول جي اوف الفا كم؟ الفا اشتقها طلع لي صفر. خلاص طلعك صفر at least انها بتصل الى كيوبيك 100% يعني كوادراتيك. قصدي انا الخبط من كيوبيك كوادراتيك، يعني at least كوادراتيك تصل الى مشتقة ثانية. لكن مشتقة ثانية هل هي صفر ولا لا؟ ما ادري. لكن عشان اثبت انها لا فعلا كوادراتيك، ما مستحيل تصل الى كيوبيك، تروح تشتق هذه وتثبت انها لا تساوي الصفر. إذا ثبت أنها لا تساوي صفر معناته مستحيل تروح إلى كيوبيك. هذه هي الفلسفة حقتها. ومثلها أيضا كيوبيك، إذا قالك مثلا at least كيوبيك أو لا exactly كيوبيك وهكذا. هذه الفرق بينهم، هذا تستخدم لحل المعادلة وهذا لا، تستخدم إلى معدل اللي هو سرعة المعادلة عندك. كل ما كان الآر أعلى كل ما كان أسرع في حل المعادلة. فهنا
مضمون أصلا متصلة، لكن يدرس هل هو سريع الاتصال في المعادلة أو يعني أبطأ. فكل ما قلنا الار كانت كبيرة، يعني كل ما كانت كوادراتيك أفضل من لينير، كيوبيك أفضل من كوادراتيك، اللي هو اللي بعدها مثلا الربع أفضل من، وهكذا. بس غالبا ما يتعدون الكوادراتيك هم، لأنه طول معك ويعطيك معادلات إلا إن كان بسهلها لك. شيء جيد، هذا هو المدخل، بس أنا حبيت أوضح عشان نعرف حنا وش ندرس. مثلا جاك السؤال هنا قال لك show that iterative scheme، أعطاك المعادلة هذه، قال لك convergence to جذر 2، find the rate of convergence of the sequence. شو يبي منك؟ rate of convergence، معناته نستخدم ال g of x. نجي هنا، هذه اللي عندي ال x إن زايد واحد، وهذا عندي معطى الثاني قال أنها تتصل على جذر 2، معناته هذا ألفا. نقول بما أن ال g of ألفا بيعطيني ألفا، نجي الآن ما أنا قالك عطني إياه معدل الاتصال عندك هل هو سريع ولا بطيء، معناتك بتحسب اللي هو الار، هل هو واحد، هل هو اثنين، هل هو ثلاثة، هل هو أربعة، على حسب. حنا بنشتق لين نوقف. طيب حنا بنثبت ان الجي اوف الفا يساوي الفا. اول شي نطلع الجي اوف اكس ان حقنا، هذه هي. نبدأ الحين نعوض بالجذر، لازم يعطيني جذر اثنين، لكن اذا ما اعطاني لا، اصلا معناتها غير متصل اصلا. فالجي اوف مثلا جذر اثنين عوضناها طلع لي كم؟ جذر اثنين. اذا فعلا جي اوف الالفا اعطاني الفا. طيب نشتقها، اشتقيناها اعطاني الشكل هذا. طيب عوض بالجذر اثنين، طيب واحد ناقص جذر اثنين لا يساوي الصفر، لا يساوي الصفر. اذا الار كم؟ واحد. the rate of convergence is linear. هذا طريقة حلها. طيب نجي للسؤال السابق، هذا سؤال سابق ال 35-36 هجري. يقول find the values of alpha and beta so that iterative scheme، عطاك المعادلة هذه، convergence quadratically to the fixed point 3. عشان عطاك المعلومة عشان تستخدمها في حل المعادلة. نجي نشوف كيف، بما انه قال quadratically وقالك ال fixed point 3 معناته هذا الجذر ثلاثة. طيب نقول اذا قال كوادراتيكلي احنا نعرف ان الجي اوف الفا يساوي الفا، والمشتقة تساوي صفر، وبتوقف عند المشتقة الثالثة لان قال كوادراتيكلي، معناته هذا لازم يصير لا يساوي صفر. طيب جميل، ما عندك مشكلة. وعندك مجهولين، فانت تستخدم معادلتين، تحتاج الى معادلتين، عندك المعادلة هذه وعندك المعادلة هذه. فحنا نعرف ان الجي ثلاثة بيساوي لي ثلاثة. طيب شل كل اكس حطه في ثلاثة، بيعطيك 1.5 ألفا زائد 1.5 بيتا يساوي ثلاثة. هذه المعادلة الأولى، خلها معك حطها في جيبك تستخدمها بعد شوي. نعرف أن كوادراتيكالي معناتها المشتقة الأولى بساوي صفر للألفا، فروح نشتقها، أعطاني المعادلة هذه بعد اشتقاق ساوي صفر. عوض الثلاثة، نقول ما اشتقيت ساوي صفر، أعطاك المعادلة الفا ناقص بيتا يساوي صفر بعد ما حطيت الثلاثة. خلاص انت عرفت الحين الفا يساوي بيتا من هذه اثنين، استخدمها الحين. من الفا يساوي بيتا عوضها في المعادلة الاولى، انا شلت البيتا وحطيت الفا، فطلع لي واحد اللي هو واحد ونص الفا زائد واحد ونص الفا يساوي ثلاثة. واحد ونص واحد ونص ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، اذا الفا يساوي واحد. ومعلومية الالفا يساوي بيتا، اذا البيتا يساوي واحد كذلك. فهذه كي طريقة الاسئلة تجيك، ما تجيك مثلا مباشرة جو كريتوف ما ادري ايش، لا لا لا، بيعطيك معلومة بسيطة تستخدمها في الحل. طيب نجي الان مثلا عندك السؤال هذا، ايضا هذا سؤال سابق دخل لك كلهم مع بعض، الملتيبلسيتي وايضا الريت اوف كونفيرجنس. قالك show that Newton's method convergence linearly، خويتنا الأولى بدون الام modified linearly to the root ألفا يساوي واحد of the equation، أعطاك المعادلة هذه. طبعا هنا في السابقة عام 35 و 36 كانت ناقص،
كان في غلط حتى ألغى السؤال، لكن أنا حطيت زايد كملت السؤال. Use quadratic convergent method to find the first approximation of the root using x naught يساوي 0.5. طيب ما عندك مشكلة، نجي الآن للحل. هذه معادلتي أنا ضبطتها وحولتها على أنها نون لينير والألفا يساوي 1. فعندي مثلا اللي هو اللي نطلع الجي، نطلع أول شيء الجي عشان نثبت أنها لينير نيوتن، أنها لينير. هذا قانون نيوتن، هذا قانون نيوتن. فبالتالي أنا عندي الإف، لكن أحتاج الإف داش. هذا الإف داش أوجدته، خلاص الجي أوف إكس إن يساوي إكس إن ناقص الإف على الإف داش. طبعا أنا خذيت ثلاثة عامل مشترك. طيب الحد هذا، الحد هذا عبارة مديك تحلها عن طريق إكمال مربع، وهذا إكمال مكعب. أعطاني إكس ناقص واحد أس ثلاثة، وهذا إكس ناقص واحد أس اثنين. هذا يروح مع اللي هو أس ثلاثة، يبقى لي ثلث إكس إن ناقص واحد، والإكس إن هذه حط واحد كم عطاك؟ واحد. ممتاز، نبدأ نشتق الآن. ولازم مشتقة تعطيني صفر، بس وقاك لينير معناتها لا تساوي صفر. إذا بنثبتها حنا أنها ما تساوي صفر، فيوم اشتقيتها أعطاني هذا. إذا الجي داش أوف إكس إن يساوي كم؟ ثلثين. طيب عوض بواحد ما أعطاني صفر، إذا لينير الآر يساوي واحد. ثم قال لك في السؤال نفسه، أنا اعتبرته شقين A و B. قالك use the quadratic convergent method to find the first approximation of the root using x naught يساوي 0.5. قالك quadratic convergent معناته المشتقة الثالثة بتوقف عندها الاف، وعند هذا الاف لو حطيت الواحد بيعطيك صفر، لو اشتقيتها مرة ثانية بيعطيك صفر، والثالثة لازم صفر، الرابع بيوقف فيها. لهذه أعطانا الاف 1 يساوي صفر، مشتقة يساوي صفر، المشتقة الثانية يساوي صفر، المشتقة الثالثة ما يساوي صفر. الام عندي كم؟ ثلاثة. استخدم قانون موديفايد نيوتن، لأن هذا أصلا عندي وهذا عندي، لأن هذه هي نفسها المعادلة هذه، بس اللهم زدت هنا ام موديفايد اللي هو الثلاثة. خلاص عندي ثلاثة، وقال اكتر الاكس نوت 0.5، كل عليك تعويض مباشر بيعطيك الناتج واحد على ثلاثة. طبعا هذا هو الدرس، درس خفيف وحلو ما في اي شيء، وان الله ان شاء الله اني قدرت اني اوضحه وسهله، لانه كان متداخل، ولا قدرت الصدق اني اسوي مثلا دروس منفصله وامثله منفصله لانها متداخله مع بعض، فما اقدر اعطي شيء واسحب على شيء. واتمنى ان شاء الله ان كان واضح، والدرس يعني حاولت اوصله بطريقه بسيطه وسهله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.